طريقة اختفاء إخفاء النموذج الفرعي ومربعات النص سهلة جدا. بنقف كليك ديزاين فيو وبنقف بنحددك اهو لما تبقى في برواز برتقالي على النموذج الفرعي، ونيجي نقول له هنا عند الاول الفيزيبل دي بتساوي نو. نفس الشيء عايزين نخفي ده، نفس الشيء برضك نو، نفس الشيء ده نو نو. يبقى اصبح زي ما انتوا شايفين اختفت تماما، مش مطلوب اللي احنا نشوفها.